بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما إن في هذا لبلاغا
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صَدَقَ اللَّهُ.